هذه الظهيرة من الميادين وفي عناوينها: الخارجية اللبنانية تستدعي السفير الألماني لاستيضاح قرار بلاده حول حزب الله. سفير برلين يقول القرار لا يصنف الحزب إرهابيا. غداة أسود الصحراء، القوات العراقية تطلق عملية أمنية لملاحقة داعش غرب نهر دجلة. قائد عمليات الأنبار في الحشد للميادين: دخلنا وادي حوران. الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مجددا بيتونيا في الضفة، والفلسطينيون يتصدون ويشن حملة اعتقالات واسعة في القدس بحق شخصيات بارزة. قوات حكومة الوفاق الليبية تطلق عملية عسكرية للسيطرة على قاعدة الوطية الجوية الاستراتيجية غرب طرابلس. 5/5 التاريخ، الله أكبر. مادورو يكشف عن توقيف خلية إرهابية بينها أمريكيان، أحدهما حارس شخصي لترامب. ضابط أمريكي يعترف بالتخطيط لعملية ضد كاراكاس. في الظهيرة أيضا: تقرير سري صيني يقول علاقة بكين مع واشنطن قد تتحول إلى مواجهة عسكرية. أهلا بكم. استدعت وزارة الخارجية اللبنانية اليوم السفير الألماني لدى بيروت لاستيضاحه حول قرار بلاده حظر حزب الله على أراضيها. السفير الألماني أوضح أن القرار متخذ منذ فترة وقد دخل حيز التنفيذ مؤخرا، مؤكدا أن هذا القرار لا يصنف حزب الله إرهابيا إنما يحظر نشاطاته على الأراضي الألمانية. من جهته أكد وزير الخارجية اللبناني نصيف حتى التمسك بموقف بلاده بأن حزب الله مكون سياسي أساسي في لبنان ويمثل شريحة واسعة من شعبه وهو جزء من البرلمان. الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله كان قد طالب الحكومة اللبنانية باتخاذ إجراءات ردا على القرار الألماني. السيد نصر الله اتهم الحكومة الألمانية بالخضوع للضغوط الأمريكية واعتبر القرار جزءا من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على المقاومة في المنطقة كلها. احنا فهمنا للقرار الألماني ولما سبقه ولما هو آت أنه هو تعبير عن الخضوع، خضوع هذه الدولة أو تلك الدولة للإرادة الأمريكية. من يقف في وجه مشروع الهيمنة الأمريكية ومشروع الاحتلال الصهيوني هي حركات المقاومة، فيجب أن تواجه وتحاصر وتدان وتشوه وإلى آخره. في هذا السياق يأتي القرار الألماني، ولكل ما قالوه الألمان حتى هذه اللحظة لم يقدموا أي دليل. عم تقول إرهاب أو أنشطة إرهابية مثلا في ألمانيا. منب عبده ينضم إلينا مراسل الميادين عباس صباغ. أهلا بك عباس، ماذا يعني استدعاء السفير الألماني من وزير الخارجية اللبنانية بعد ساعات من طلب السيد حسن نصر الله؟ نعم فطون، يعني ما جرى صباح هذا اليوم بأنه في الصباح الباكر وما بدأ الدوام الرسمي أرسلت وزارة الخارجية اللبنانية إلى السفارة الألمانية في بيروت استدعاء من وزير الخارجية نصيف حتي للسفير الألماني الذي لبى الدعوة بشكل عاجل وحضر إلى السفارة واستمع إلى وجهة النظر اللبنانية، وهي وجهة النظر الرسمية اللبنانية بعد تواصل بين رئيس الحكومة حسان دياب ووزير الخارجية نصيف حتي، علما بأن الحكومة في هذه الأثناء لا تزال مجتمعة في القصر الرئاسي في بعبدة ولم تتطرق بعد إلى القرار الألماني. يعني بحسب ما فهمنا من أجواء الاجتماع الذي عقد صباح اليوم في وزارة الخارجية بأن لبنان أبلغ السفير الألماني يعني استنكاره واستهجانه للقرار الألماني، لطالما ألمانيا كانت تربطه علاقات جيدة إن كان بلبنان أو حتى بحزب الله في صفقات التبادل أو المفاوضات غير المباشرة التي كانت تجري بين حزب الله وتل أبيب في الفترات السابقة. وأوضح السفير الألماني لكن هناك نقطة هامة، بأنه قال بأن بلاده لم تصنف حزب الله حزبا إرهابيا إنما حضرت نشاطه. طبعا حزب الله يعني أعلن على لسان أمين العام سيد حسن نصر الله بأن لا نشاط له في ألمانيا. يعني هذا الاستدعاء اليوم
هو يضع يعني الموقف اللبناني في عهدة وزارة في عهدة السفارة الألمانية. وهذا الموقف فتون ليس جديدا، فقد سبق للوزير الخارجية السابق جبران باسيل أن أبلغه إن كان للسفيرة الأمريكية أو للدول التي حدث حذو ألمانيا أو غيرها بتصنيف الجناح العسكري لحزب الله بما يسمى بمنظمة إرهابية أو تصنيف الحزب كذلك. وهذا الموقف اللبناني هو تكرار للموقف الرسمي اللبناني بأن حزب الله هو ممثل في البرلمان وأيضا ممثل في الحكومة وإن لم يكن ممثلا في هذه الحكومة بشكل مباشر. الحكومة اللبنانية حتى اللحظة كما قلت فتون لم تصل في جدول أعمالها إلى هذه النقطة، علما سيطرح من خارج جدول الأعمال في حال طرح، أما أن الحكومة ستكتفي بما قام به وزير الخارجية وأن ما قاله هو الموقف الرسمي اللبناني من القرار الألماني الذي ذكرناه. شكرا جزيلا لك مراسل الميادين عباس الصباح، كنت معنا مباشرة من بيروت. نبقى في لبنان حيث مدد المجلس الأعلى للدفاع التعبئة العامة لغاية 24 من شهر أيار مايو الجاري ضمنا وطلب من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد في قمع المخالفات. قد شدد الرئيس ميشيل عون خلال اجتماع المجلس في القصر الرئاسي على ضرورة إيلاء الأهمية لغلاء الأسعار واتخاذ تدابير المراقبة وحماية المستهلكين، فيما أوضح رئيس مجلس الوزراء حسان دياب أن مسألة غلاء الأسعار هي قيد المتابعة من قبله بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المعنية. عرض دولة رئيس مجلس الوزراء المرحلة الثانية من الإجراءات والتدابير التي اتخذت ونفذتها الحكومة والوزراء، وأشار دولة الرئيس إلى أن التقييم العام جيد، إنما لم يلتزم المواطنون بالقيود والتدابير المخففة تدريجيا، وهذا قد ينعكس سلبا على انتشار الوباء، وهناك تخوف من موجة ثانية قد تكون أصعب بكثير من الموجة الأولى، وبالتالي اقترح دولة الرئيس تمديد إعلان التعبئة العامة لمدة أسبوعين إضافيين، وأشار إلى أن مسألة غلاء الأسعار هي قيد المتابعة من قبله بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والمعنية. وكانت قد وصلت أمس إلى مطار بيروت الدولي طائرة إيرانية محملة بالمعدات والأجهزة الطبية. كان في استقبال الطائرة وزراء الأشغال العامة والنقل والصحة والخارجية بالإضافة إلى السفير الإيراني في لبنان. وقد أكد وزير الصحة أن المساعدات هي رسالة أخوة وصداقة، فيما أكد السفير الإيراني استعداد بلاده للوقوف إلى جانب لبنان بكل المجالات. حقيقة هو أهمية هاي الهبة اليوم أنه عبارة عن 15 فنتيليترز مع عدد كبير من فحوصات البي سي آر للكوفيد 19 وكثير من مستلزمات العناية الشخصية والحماية الشخصية البي بي إيز. الرسالة اللي وصلتنا من الجمهورية الإسلامية هي رسالة المحبة والأخوة والصداقة. هذه الهمولة كما أشار معالي الوزير تحتوي على 15 جهاز التنفس فنتيلاتور وحوالي 5000 فحص بي سي آر، أنواع الكمامات، ملابس واقية والمعقمات. كل هذه المساعدات من إنتاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خاصة جهاز التنفس. وإلى سوريا حيث حذر الرئيس بشار الأسد من أن البلاد قد تواجه كارثة حقيقية إذا ارتفعت حالات الإصابة بجائحة فيروس كورونا بشكل كبير وإذا فاقت الأعداد الإمكانات الاستيعابية للمرافق الصحية، مشيرا إلى أن انخفاض مستوى العدوى الحالي لا يعني أن سوريا خرجت من دائرة الخطر. وتواضع الأرقام لا يعني أبدا بأن هذه الأرقام المحدودة لا تنفجر فجأة خلال أيام وربما أسابيع قليلة لنرى أن أنفسنا أمام كارثة حقيقية تتجاوز الإمكانيات الصحية واللوجستية في سوريا. أي شيء في الأفق لمواجهته وأيضا حول مستقبل هذا العالم.
وفي ظل هذه الأجواء نفذت طائرات إسرائيلية اعتداء جديدا على مركز البحوث العلمية في سفيرة بريف حلب الشرقي. نقلت وكالة سانا عن مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لطائرات معادية أتت من شمال شرق إثريا استهدفت بعض المستودعات العسكرية. نقلت وكالة سبوتنيك عن مصدر أمني سوري قوله إن الاعتداءات الإسرائيلية تمت عبر طائرات استخدمت أجواء قاعدة التنف حيث توجد قوات أمريكية. نبقى في سوريا حيث أعلن المركز الروسي للمصالحة تسيير الدورية الثامنة المشتركة للجيشين الروسي والتركي على طريق الإنفور في إدلب التي تربط مدينتي حلب واللاذقية. وأفاد المركز أن طائرتين عسكريتين وعربة مدرعة شاركتا في الدوريات من قبل الجانب الروسي. وأجرى التحكم في حركة القافلة المشتركة من الجو بواسطة مسيرات تابعة لقوات الفضاء الروسية. تقود واشنطن مبادرة لتوحيد القوى الكردية شمال شرق سوريا رغم الخلافات العميقة بينها، وذلك بهدف خلق جسم سياسي معارض بإشراف أمريكي في أي حوارات سياسية سورية مقبلة. محمد الخضر. لا تتوقف حركة ويليام روباك مستشار التحالف الدولي في شمال شرق سوريا دعما لتوحيد القوى الكردية السورية بالتوازي والتنسيق مع مبادرة تكفل قائد قوات سوريا الديمقراطية قصد مظلوم عبدي بإطلاقها تحت عنوان وحدة الصف الكردي. خطوات رمزية وجدت طريقها إلى التنفيذ، لكن العوائق كبيرة وتتصل أساسا باختلاف ولاءات أحزاب الكرد بين واشنطن وأنقرة وأربيل. هناك أهداف ربما لا تكون تشبه إلى حد ما الأفكار التي أو الأجندة التي يحملها قصد أمريكيا وغربيا، والتركي موجود أيضا على الحدود يريد أن ينفذ أجندة وتوطين المشروع الإخواني. لا تخفي واشنطن أهدافها بخلق جسم سياسي معارض يبدل من صورة المشهد في شمال شرق البلاد، محاولة تسعى للتشويش على حوار القوى الكردية مع دمشق وتسهم في السيطرة الأمريكية على حقول النفط السورية وسط تنامي حالة شعبية مقاومة لذلك. دائما الأمريكي وغير الأمريكي يريد أن يرسخ نفسه وذاته في الأرض السورية أو إلى ما هنالك لأطماع قريبة وبعيدة الهدف والمدى. نحن نراهن على القوى الشعبية، المقاومة الشعبية لن تسمح بشكل من الأشكال بتنفيذ هذه المخططات السرية وهذا التآمر. الضغط الأمريكي أثمر خطوات رمزية حتى الآن، حيث سمحت الإدارة الذاتية لأحزاب المجلس الوطني بإعادة افتتاح مكاتبها. ليست الخلافات الجوهرية بين الأحزاب الكردية ما يعيق المشروع الأمريكي فقط، فهناك عوامل تتصل بالمكون العربي الأساسي ورهان قوى عشائرية وكردية فاعلة على الحوار مع دمشق كمدخل أساسي للحل، والأهم حالة الرفض الشعبي المتزايدة للوجود الأمريكي. محمد الخضر، دمشق، الميادين. وإلى العراق، حيث أطلقت القوات الأمنية في قيادة عمليات صلاح الدين وألوية في الحشد الشعبي اليوم عملية عسكرية من 4 محاور لملاحقة فلول داعش ضمن ناحية مكيشيفة والمناطق المحاذية لغرب نهر دجلة. وقد جاء ذلك بعد 24 ساعة على إطلاق القوات الأمنية عملية أسود الصحراء في غرب الأنبار. وأفادت القوات الأمنية بقتل 3 إرهابيين في منطقة غيدة بمحافظة كركوك، فيما أشارت إلى استشهاد 3 من الحشد العشائري وشرطي بانفجار. وإلى ذلك، أعلنت هيئة الحشد الشعبي اليوم استعدادها لعملية أمنية واسعة في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى لمطاردة بقايا عصابات داعش. هذا وقال قائد عملية الأنبار في الحشد الشعبي قاسم مصلح للميادين إن القوات التي تنفذ العمليات الأمنية غرب الأنبار دخلت إلى وادي حوران الذي يشهد تحركات لعناصر داعش.
كانت العملية واسعة في عمق الصحراء الغربية، تم مداهمة وتطهير هذه المناطق اللي هي القعرة والحلقوم وأم الوز وأم العوادين والحسينيات ووادي حوران. هذه المناطق حقيقة كانت من الصعوبة جدا وصولها لوأرة الأرض، وكذلك يعني العدو كان يستغلهم فعلا. هذه مجاميع تكفيرية في هذه المنطقة، اليوم تأمين الغطاء الجوي من قبل طيران الجيش العراقي، وتقدمت هذه القطاعات من قيادة عمليات الجزيرة وقيادة عمليات الأنبار وكذلك الحشد الشعبي والحشد العشائري، وتم الوصول إلى هذه المناطق وتمخضت العملية عن قتل 5 من الدواعش وتوجيه سيارة مفخخة وأيضا عثور على أحزمة ناصفة وثلاث دراجات نارية كان يستغلها العدو. والحمد لله عادت القطاعات اليوم بعد يعني قبل غروب الشمس إلى قواعدها سالمة بدون أي خسائر. ومن بغداد ينضم إلينا مدير مكتب الميادين عبد الله بدران. أهلا بك عبد الله، ماذا في جديد تفاصيل العمليات العسكرية التي أطلقتها القوات الأمنية والحشد الشعبي ضد داعش؟ نعم، هي جزء فتون من عملية ملاحقة مسلحي التنظيم، وكذلك هي جزء من الرد للثأر على الهجمات التي شنها داعش في عدد من المحافظات. الرسالة التي هي أكبر من رسالة الميدان التي أرسلها التنظيم هي الوجود والقيادة المركزية لشن عمليات متزامنة في محافظات طبعا بغداد، عمليا في الطارمية كان هناك هجوم أيضا، وكذلك في شمالها تحديدا في ديالى وكركوك وفي صلاح الدين في أكثر من موقع، وفي جرف الصخر في جنوب العاصمة العراقية بغداد، وعند المثلث الرابط بينها وبين محافظتي بابل والأنبار. وبالتالي قبل أيام طبعا كان هناك حركة لمسلحي داعش عند أطراف بحيرة الرزازة، وذلك يعني أن التنظيم يحاول إقلاق المناطق التي تقع عند الحدود الإدارية بين محافظتي كربلاء والأنبار، وهو أيضا جزء من عملية أكبر من الميدان، هي عملية إثارة الحساسية التي يريدها التنظيم، الحساسية الطائفية في تلك المناطق، وكذلك محاولة إرباك الوضع الأمني في مناطق يختلف في إدارة ملفها الأمني، هل هي تابعة لقيادة عمليات الأنبار أم تأمينها تابع لقيادة عمليات الفرات الأوسط، كما هو الحال في محافظة كركوك. العملية التي انطلقت اليوم بمشاركة عدد من ألوية الحشد الشعبي وكذلك من الحشد العشائري هي جزء من عملية مشتركة لملاحقة مسلح التنظيم على أساس قاعدة معلومات تفيد بوجود هؤلاء المسلحين المحليين في المناطق والأودية التي تؤمن لهم من خلال الكهوف في تلك المنطقة، لأن المعلومات الاستخبارية تفيد أن داعش سيركز الهجمات في شمال صلاح الدين وفي جنوب نينوى عند الحضر وعند الحدود الإدارية الفاصلة بين صلاح الدين والأنبار، الحدود الإدارية والجغرافية في بحيرة الثرثار، وكذلك سيركز على ما يعرف بالمناطق المتنازع عليها في محافظتي كركوك وديالى. السبب في ذلك هو إدراك داعش أن هناك ضياع للتنسيق الأمني بين القوات الاتحادية والقوات البيشمركة. عندما نتحدث عن المناطق المتنازع عليها نتحدث عن شريط من شرق العراق إلى غربه، أكثر من 1000 كيلومتر من الحدود من تل العفر وحتى المنصورية في محافظة ديالى. هذه 1000 كيلومتر فيها مساحات واسعة وتمتد من 500 متر إلى أكثر من 10 كيلومترات، هي أطراف سائبة لا تنسيق أمني فيها، وهناك ضفتان، ضفة تديرها أمنيا قوات البيشمركة والجهة الثانية تديرها القوات الاتحادية، ولا تنسيق في إدارة المواجهة في تلك المنطقة. أيضا اللافت أن التنظيم الذي من المفترض أن يكون لديه شح في الأجهزة والعتاد والذخيرة والدعم اللوجستي تمتع بوصول أسلحة متطورة وحديثة، وهذا بحد ذاته يطرح سؤالا عن وصول هذه الأسلحة وما هو البرنامج المطلوب توظيفه من التنظيم خلال الفترة المقبلة من كاميرات حرارية وقناصات حرارية وكاميرات ليلية ترصد حركة القوات العراقية، خصوصا أن ربطنا أن هناك حظر تجوال أصلا هو مفروض، وبالتالي هناك إدارة مركزية للتحركات تفيد بعض المعلومات أن عبد الله قرداش الخليفة المفترض والذي وضعت مكافأة أمريكية على رأسه، نعم هو من يدير هذه العمليات، هو على خطى البغدادي، هو خريج مدرسة البغدادي وأيضا خريج كلية الشريعة، ويعتبر من الأجنحة المتطرفة في داخل التنظيم، من اليمين في داخل التنظيم الذي يعتمد على الجهد العسكري بدل الجهد الديني الذي انطلق منه البغدادي.
ويتوقع أنه هو من يدير العمليات بشكل مركزي، لذلك كانت متزامنة، وهذا بحد ذاته يمثل خرقا. على هذا الأساس ما تحدث به للميادين قاسم مصلح قائد عمليات غرب الأنبار في الحشد الشعبي يمثل انتصارا وتقدما كبيرا، لأن وادي حوران بحد ذاته هو مشكلة وعقدة أمنية، والوصول ميدانيا على الأرض لوادي حوران يعني أن هناك بالفعل نية لدى الأمن العراقي والحشد الشعبي والعشائري لأن يمنعوا داعش من أن يشكل ضغطا أو مشاغلة جديدة وإرباكا للدور الأمني. طيب شكرا جزيلا لك عبد الله بدر مدير مكتب الميادين، كنت معنا مباشرة من بغداد. إلى فلسطين المحتلة، حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في مدينة القدس المحتلة، اقتحمت بلدة بيتونيا غرب رام الله في الضفة الغربية. لقد تصدى الفلسطينيون لاعتداءات قوات الاحتلال خلال اقتحامها بيتونيا، حيث أطلقت هذه القوات قنابل الصوت والغاز صوب الفلسطينيين الذين رشقوها بالحجارة خلال انسحابها صباح اليوم. في القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المقدسيين من بينهم أمين السر في المؤتمر الشعبي اللواء بلال النتشي ومدير مكتبه معاذ الأشهب مع غيرهم من الشخصيات المقدسية البارزة، وذلك بعد مداهمة منازلهم. كما اعتقلت قوات الاحتلال 7 شبانا من قرية العيسوية شمال شرق القدس بعد اقتحام منازلهم، ولا سيما في حي عبيد حيث تصدى لها الفلسطينيون. وفي هذه الأثناء تبرز يوما بعد يوم تداعيات حصار الاحتلال المستمر لقطاع غزة، حيث حذر اتحاد بلديات غزة من انهيار خدماته في القطاع بفعل الأزمات المالية الكبيرة التي تعصف به بسبب هذا الحصار. أحمد غانم. هذا واحد من بين عدة أماكن لتجميع النفايات وسط مدينة غزة قد يتحول إلى مكرهة صحية بفعل تأخر ترحيل النفايات إلى خارج حدود المدينة بعد إعلان بلديات القطاع تقليص خدماتها تدريجيا بفعل أزمة مالية خانقة تعصف بها. التقليص سيطال أيضا قطاعات خدمية أخرى قد تسبب كارثة حقيقية. تقليص الخدمات هي محاولة جادة من طرفنا لعدم انهيار الخدمة. يتأثر ضخ المياه من حيث الكمية ومن حيث المدة، وهذا طبعا سيحدث نقص في مصدر المياه. الخشية إذا استمر الأمر أن يكون هناك مشكلة في الصرف الصحي. اتحاد بلديات القطاع أطلق نداء استغاثة عاجلا وتحذيرا من انهيار خدماته في غزة بفعل حصار إسرائيل الذي تسبب بأزمات اقتصادية كبيرة أثرت في مستوى الجباية والتحصيل، كما أن تراجع المنح الدولية فاقم أزمته أيضا، أزمة قللت من قدرة بلديات القطاع على مواجهة جائحة كورونا. 14 عام من الحصار أثر بصورة ملموسة، ولعل هذا المكان شاهد على ذلك. الآلية إلى ليبيا، حيث بدأت قوات حكومة الوفاق عملية عسكرية للسيطرة على قاعدة الوطية الجوية غرب طرابلس من القوات التابعة للمشير حفتر، وذلك بعد أيام من محاصرتها. أشار مصدر عسكري إلى أن المدفعية الثقيلة مهدت الطريق للقوات البرية لاقتحام القاعدة الاستراتيجية التي شهدت اشتباكات عنيفة بالقرب منها. قد وردت مشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي لإرسال التعزيزات من أجل السيطرة على القاعدة. الوجهة بإذن الله قاعدة الوطية. اليوم 5/5. 5/5 التاريخ، الله أكبر ولله الحمد. صباح الثلاث بإذن الله تعالى. يا ولد عمي، وين احنا يا ولد عمي توا؟ احنا في قلب الوطن. الله اكبر، الله اكبر. ما شاء الله بالله، شوفوا شبيبك فرحانين بالله. شوفوا جري بجروثهم. الله يبارك. شوفوا
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو توقيف 15 إرهابيا بينهم أمريكيان حاولوا التسلل إلى البلاد لتنفيذ عمليات إرهابية. مادورو وفي كلمة متلفزة قال إن أحد الأمريكيين الموقوفين يعمل حارسا شخصيا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهما يعملان في شركة أمنية مقرها ولاية فلوريدا. وكشف مادورو أن أحد الموقوفين أكد أن هناك أمريكيين ضمن مجموعة الغزو وهما من فريق الحرس الشخصي لترامب. عبر البر أو البحر أو عبر الانقلابات، تعددت وسائل واشنطن للتدخل في شؤون أمريكا اللاتينية، والهدف واحد: التخلص من أي نظام معارض لسياستها. فنزويلا نجحت حتى اليوم في التصدي لكل محاولات واشنطن لإسقاط حكومة الرئيس الشرعي نيكولاس مادورو، كان آخرها توقيف 15 شخصا بينهم أمريكيان حاولوا التسلل من كولومبيا عن طريق البحر لتنفيذ عمليات إرهابية. وقد أكد مادورو أن الأمريكيين يعملان في شركة أمنية هي للضابط السابق في القوات الخاصة الأمريكية جوردن غودرو ومقرها في ولاية فلوريدا الأمريكية. الهدف الأساسي من هذه العملية كان قتل بهجوم إرهابي في ظل جائحة كورونا. هذان جوازا سفر الأمريكيين لوك دينمان وأيرين بيري، أحدهما عضو في فريق أمن دونالد ترامب، وهما عضوان في شركة سيلفر كورب. كان مايك بومبيو يراهن على هذا الهجوم ويعتقد بأن هذا الهجوم سيطيح بالحكومة ويقتلني. المخضرم في القوات الخاصة الأمريكية جوردن غودرو لم ينفي مسؤوليته عن العملية، وأكد تنفيذها بالتعاون مع الضابط العسكري الفنزويلي المنشق خافيير نياتو وبدعم من المعارض الفنزويلي خوان غويدو. العملية أطلقت من الحدود الكولومبية إلى قلب كاراكاس. رجالنا مستمرون بالقتال الآن، وحداتنا جرى تفعيلها جنوب وشرق وغرب فنزويلا، وقد شارك معي في هذه العملية الضابط نياتو. كلام غودرو ونياتو يؤكد ما أعلنه مادورو أن المجموعة التي نفذت الهجوم جرى تدريبها في كولومبيا بتمويل من الولايات المتحدة يصل إلى 200 مليون دولار، وبالتآمر مع غويدو الذي أصر على نفيه أي علاقة له بالعملية. من بيروت تنضم إلينا مديرة الميادين سبانول وفيقة إبراهيم، أهلا ومرحبا بك. وفيقة، معطيات جديدة لافتة يبرزها الرئيس مادورو وخصوصا في إطار اتهامه للولايات المتحدة بمحاولة غزو بلاده، بالرغم من ذلك غوايدو يشكك والولايات المتحدة يعني تنفي تورط واشنطن بهذا الموضوع. من خلال كل هذه المعطيات، كيف يمكن لك أن ترصدي لنا المشهد في فنزويلا والمشهد ما بين فنزويلا وأمريكا؟ فتون، العملية أو عملية نيجرو بريميرو كما تيمنا بأحد الأبطال الفنزويليين الأوائل، هكذا أطلق عليها الرئيس مادورو، تسير على قدم وساق، وذلك لمواجهة عملية جدعون، وهو الاسم الذي أطلقه المدبرون على محاولة التسلل والغزو لفنزويلا. وجدعون في اللغة العبرية تعني المدمر، يعني أصولية اليهودية، طالما يعني لطالما استعملت هذا المصطلح في عملياتها العسكرية، وربما لتلك التسمية بعض الدلالة يعني وبعض الخيوط الأخرى. يمكننا التأكيد أنه تم اكتشاف أمر خلايا يعني مرتزقة في جميع الأراضي الفنزويلية، وتركزت في مقاطعات محددة. يبدو أنها كانت عملية واسعة بهدف التغلغل في الأحياء الفقيرة، وجر القوات الأمنية يعني والقوات المسلحة الفنزويلية لمواجهة عسكرية في الأحياء الفقيرة، واتخاذ من يعني تحويل السكان في هذه المناطق الفقيرة إلى دروع بشرية. وهذا ما كان دائما ينبه حوله ويحذر منه القائد تشافيز، وما زال الرئيس مادورو أيضا يعني يأخذ ذلك بعين الاعتبار. والمفاجأة بالأمر أن هؤلاء الفقراء وهم أعضاء في القوات الشعبية المنضوية تحت لواء الاتحاد المدني العسكري الفنزويلي، يعني الميليشيا الشعبية، هم الذين ألقوا القبض على المرتزقة، وهم أبلغوا السلطات والقوات الأمنية بأن تأتي لتحتجز هؤلاء. يعني كانت عمليات بطولية من الشعب بنفسه، الذي أيضا انتشر في كل المناطق وفي على السواحل بشكل خاص. القوات
مسلحة ليلا كانت منتشرة على طول وعرض فنزويلا للقبض على جيوب المرتزقة هؤلاء، وتم اعتقال عدد منهم. طبعا وسائل الملفت بالأمر يعني التورط واضح، لأن البعض صرح وهناك تسجيلات عبر الفيديو يعني موجودة يؤكدون أن المسؤولين عنهم هم أعضاء في الفريق الأمني لرئيس الولايات المتحدة فعلا كما تحدثتم في التقرير. وهناك أيضا تفاصيل أخرى لم يتم الكشف عنها بعد حتى الآن، ولا تزال التحقيق يعني تسير، إلا أن الملفت بالأمر هو الصمت المميت لوسائل الإعلام الكبرى حول ما يحصل اليوم في فنزويلا. لا أحد يتحدث وكأن شيئا لم يكن، يعني حتى أن صمت الحكومات طبعا التي تخشى الولايات المتحدة وغضب الولايات المتحدة وعقوبات الولايات المتحدة أيضا لم تعلن أي موقف حول هذا الموضوع. يعني يبقى الرهان جوابا على سؤالك هو لدى الولايات المتحدة، الرهان الأكبر هو الحصار الاقتصادي وتجويع الناس، ولكن ترى أنه لا بأس بالرغم من الجائحة والظروف هذه أن تقوم بعملية عسكرية كهذا. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات وفيقة إبراهيم، مديرة الميادين سبانول، كنت معنا مباشرة من بيروت. مستمرون بتقديم ظهيرة لكن بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. من جديد مرحبا بكم. حذر تقرير سري صيني رسمي من أن علاقة بكين مع الولايات المتحدة قد تتحول إلى مواجهة عسكرية نظرا لموجة العداء المتزايدة تجاه الصين والتي تقودها واشنطن في أعقاب تفشي فيروس كورونا، وفق ما نقلته وكالة رويترز. التقرير الذي أعدته وزارة أمن الدولة ورفعته للرئيس الصيني وكبار المسؤولين حذر من أن هذا العداء غير المسبوق للصين منذ حملة تيان آن مين يمكن أن يخلق معارضة لمشروع طريق الحرير. الصين تواجه اليوم وضعا شبيها بالوضع الذي نتج عن التظاهرات في ميدان تيانان من عام 89. آنذاك فرضت العديد من دول العالم عقوبات اقتصادية وسياسية على بكين. اليوم الوضع مشابه وفقا لتقرير سري أعدته المعاهد الصينية للعلاقات الدولية المعاصرة، وهي مؤسسة فكرية تابعة لوزارة أمن الدولة بحسب ما نقلت وكالة رويترز. مضمون التقرير بحسب الوكالة يحذر من تداعيات الاتهامات الحادة التي يوجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين بأنها صنعت فيروس كورونا وأخفت معلومات عنه، فيما تؤكد منظمة الصحة العالمية أنه لا دلائل على صحة ما يزعمه ترامب. لم نتلقى أي بيانات أو أدلة محددة من حكومة الولايات المتحدة حول الأصل المزعوم للفيروس، لذلك بالنسبة إلينا الأمر ما زال مجرد تخمينات، ولكننا كمنظمة تعتمد الأدلة سنكون على استعداد تام لتلقي أي معلومات حول أصل الفيروس، لأن أصل الفيروس معلومة مهمة جدا في مجال الصحة العامة للسيطرة على انتشاره. الجدل المتصاعد حول دور الصين قد يولد توترات في العلاقات الدولية معها وفق التقرير الذي اطلع عليه قادة صينيون بينهم الرئيس. التقرير حذر من موجة مشاعر عالمية مناهضة للصين قد تصل إلى حد المواجهة العسكرية مع واشنطن وفق أسوأ السيناريوهات. وبحسب رويترز فإن الصين ترى في الجدل الدولي حولها مسا بمكانتها الاستراتيجية، فيما يقول مراقبون إن الولايات المتحدة تسعى إلى ضرب مشروع طريق الحرير الجديد الذي تقوده الصين اقتصاديا في عالم اليوم والذي يعرف باسم الحزام والطريق، وهو مشروع يهدف إلى ربط الصين بالعالم عبر أكبر مشروع للبنى التحتية في التاريخ على طول طريق الحرير القديم الذي يربط آسيا بأوروبا عبر عدد من المرافق والطرقات وسكك الحديد.
بالتوازي، أعلن سلاح البحرية الأمريكية أن أربعا من سفنه الحربية أبحرت في بحر بارنتس على مقربة من المياه الأقليمية الروسية في سابقة من نوعها منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي. قال سلاح البحرية في بيان إن ثلاث مدمرات بالإضافة إلى سفينة تموين دخلت بحر بارنتس ترافقها فرقاطة بريطانية. أوضح البيان أن الهدف من هذه المهمة هو تأكيد حرية الملاحة وإظهار التكامل المثالي بين الحلفاء. في السياق ذاته، قال وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر إن وباء كورونا يحد من حركة الجيش الأمريكي وإن خصوم بلاده ما زالوا يشكلون تهديدا لها، مشيرا إلى حركة قطع بحرية صينية في بحر الصين الجنوبي. كلام أسبر جاء خلال مؤتمر عبر الإنترنت لمركز بروكينج للأبحاث. نحن نجري الكثير من رحلات المراقبة ونتابع ما يحدث في مضيق تايوان مع مراقبة عن كثب لما يفعله الصينيون. لقد أبلغنا أن الصينيين كانوا أكثر استفزازا في هذا الجزء من العالم. لقد أغرقوا سفينة فيتنامية على ما أعتقد. يتصرفون بطريقة قد تكون عدوانية للغاية وغير متوافقة مع القواعد الدولية التي نتبعها جميعا. في هذه الأثناء تستمر في أوروبا إجراءات رفع القيود تباعا وسط استمرار المخاوف من موجة ثانية من الإصابات بالفيروس. ففيما تستعد السلطات الفرنسية لرفع هذه القيود بدءا من 11 من الشهر الجاري، فقد بدأت مناطق فرنسية من بينها بواسي قرب باريس بإعادة فتح المدارس. قد زار الرئيس الفرنسي إحدى مدارس تلك المنطقة في رسالة تطمين أراد توجيهها باستكمال الإجراءات الوقائية لمواجهة الوباء. هذا في وقت نقل عنه قولها إنه من المبكر حسم ما إذا كان بإمكان الفرنسيين القيام بعطلات صيفية بسبب الفيروس. من جهتها، إيطاليا واصلت تخفيف إجراءات العزل والعمل على إعادة الحياة إلى طبيعتها لليوم الثاني على التوالي. تشمل هذه الإجراءات استئناف أعمال البناء والسماح بإعادة فتح المقاهي في حين لن تتمكن الحانات والمطاعم من فتح أبوابها بالكامل حتى 18 من مايو. هذا وتجمع متظاهرون في نابولي مطالبين بمزيد من الدعم الحكومي للعاطلين من العمل وإعادة فتح جميع الشركات في أقرب وقت ممكن. الآن إلى الموجز الاقتصادي مع الزميل عبد الله ظاهر. مساء الخير عبد الله. مساء الخير فتون. تفضل. شكرا. أهلا بكم. أجرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا مناقشات مثمرة مع رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب بشأن خطة التعافي الاقتصادي لبلاده، وأبلغته أن فريقا من الصندوق سيبدأ مشاوراته مع السلطات اللبنانية. ووصفت جورجييفا في تغريدة لها خطة الإصلاح الاقتصادي اللبنانية بأنها خطوة مهمة للأمام لمعالجة التحديات الاقتصادية التي يواجهها لبنان. وكانت الحكومة اللبنانية أعلنت الأسبوع الماضي عن خطة إنقاذ اقتصادي تعتزم بموجبها التفاوض على برنامج اقتراض من صندوق النقد الدولي لتنفيذ مندرجات الخطة ومتطلباتها. نبقى في لبنان، حيث ادعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على 10 شركات نفط لبنانية في جرائم اختلاس أموال عامة والإثراء غير المشروع، وأحال إبراهيم الملفات إلى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت للمباشرة والتوسع في التحقيقات وتوقيف من تثبت إدانته بهذا الجرم. وكان رئيس المنشآت النفطية سركيس حليس قد مثل قبل أيام أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان للاستماع إلى إفادته في ملف الفيول المغشوش. أعلنت شركة توتال الفرنسية أن أرباحها الفصلية تراجعت بنسبة 99% بسبب انخفاض أسعار النفط، معلنة عن خطط خفض لاستثماراتها استجابة للأزمة المتواصلة في أسواق الخام العالمية.
وأعلنت الشركة النفطية عن ربح صاف بقيمة 34 مليون دولار للفصل الأول من العام الحالي مقابل 3 مليارات و100 مليون دولار قبل عام. وأدى هذا التراجع الكبير في أسعار النفط والغاز إلى انخفاض تدفق السيولة إلى الشركة بنحو الثلثين. ارتفعت أسعار النفط الأمريكي الآجل بواقع 8.5% إلى 25 دولارا للبرميل، وصعد مزيج برنت إلى 29 دولارا، فيما زاد نفط أوبك 15% إلى 16 دولارا للبرميل. وجاء الارتفاع مع إعلان عدد من الدول بدأها تخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بتفشي فيروس كورونا، بينما بدأت أكبر الدول المنتجة في العالم تخفيضات في إنتاج الخام. انكمش القطاع غير النفطي السعودي للشهر الثاني على التوالي في نيسان أبريل، وبلغ إنتاجه مستوى قياسيا متدنيا، إذ تسببت إجراءات العزل العام للوقاية من تفشي وباء كورونا والانخفاض التاريخي في أسعار النفط بالإضرار في الاقتصاد. وفي الإمارات انكمش القطاع الخاص غير النفطي بوتيرة قياسية للشهر الثاني على التوالي في نيسان أبريل، إذ إن إجراءات العزل كثفت الضغط على الاقتصاد المتباطئ، وهبط مؤشرا الإنتاج وطلبيات التصدير هبوطا شديدا، وسجل مستويات متدنية قياسية لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. تعتزم شركة جنرال إلكتريك الأمريكية خفض قوتها العاملة حول العالم هذا العام بما يصل إلى 25% أو نحو 13 ألف وظيفة، ويشمل الخفض عمليات تسريح طوعية وغير طوعية، وستطال برامج صناعة أجزاء الطائرات. وتعد شركة جنرال إلكتريك من أهم موردي المعدات لشركة بوينغ، التي ستقلص أيضا 10% من قوتها العاملة أو ما يعادل 16 ألف وظيفة. هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية في الظهيرة. شكرا لحسن متابعتكم. عودة لك فتون. شكرا جزيلا لك عبد الله. شكرا. بدأت نيجيريا في تخفيف القيود المفروضة في العاصمة أبوجا وفي لاغوس، وذلك لاستئناف نشاط أكبر اقتصاد في أفريقيا بعد أكثر من 4 أسابيع على فرض إجراءات الحظر العام لمكافحة انتشار الفيروس. فكيف كانت مظاهر الأيام الأولى لرفع الحظر؟ زهراء ديراني. رفعت نيجيريا الحظر العام عن عاصمتها أبوجا وأكبر ولايتها لاغوس، وما إن أعلن النبأ حتى غزت الحشود البشرية شوارع لاغوس وأسواقها التجارية. مشهد مألوف في الأيام العادية، لكنه مقلق في زمن كورونا. التزمنا بالحظر الصحي، تقبلنا الإغلاق العام، ولكن لا يمكننا أن نتقبل الجوع. على الحكومة أن تقوم بتوزيع المساعدات، هذا واجبها. وكأن لا أذن في لاغوس سمعت بكورونا ولا عين رأت المقابر الجماعية التي تتزاحم صورها على شاشات دول فتك فيها الوباء. فعدم التقيد بإجراءات الوقاية التي شددت عليها السلطات وأولها التباعد الاجتماعي يظهر جليا وينذر بكارثة حقيقية في مدينة تضم وحدها 20 مليون نسمة. لست سعيدا، ولكن يجب أن أحصل على المال. أنا والد لثلاثة أطفال. قبل الخروج من المنزل طلبت من زوجتي أن تصلي لي لأعود ومعي قليل من المال، ولكن كما ترى لا عمل اليوم. كنا نعاني خلال الأسابيع الماضية، لا يوجد طعام، لا يوجد مال لشراء طعام. كل نيجيري هنا يرى أن عذره وفقره معه، فأكثر من 38 مليون مواطن من أبناء أكبر دولة في أفريقيا عددا واقتصادا يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم. ولهذا عندما خيروا بين الوباء والبقاء في منازلهم لم يترددوا ثانية في فتح أبوابهم على المجهول. ختام الظهيرة من فلسطين المحتلة ومن غزة تحديدا، حيث لا يمنع الحصار ولا الاعتداءات سكان القطاع من صناعة فرحتهم وفرحة أطفالهم. فمن سلك فولاذي صوفي عادي تنطلق فرحة الأطفال بعد أن يتحول السلك إلى ألعاب نارية في مخيم رفح للاجئين في جنوب القطاع، وذلك على هامش تقاليد القطاع بشهر رمضان المبارك. Come on, come on.
العناوين. الخارجية اللبنانية تستدعي السفير الألماني لاستيضاح قرار بلاده حول حزب الله، وسفير برلين يقول القرار لا يصنف الحزب إرهابيا. غداة أسود الصحراء القوات العراقية تطلق عملية أمنية لملاحقة داعش غرب نهر دجلة. قائد عمليات الأنبار في الحشد للميادين: دخلنا وادي حورة. مجددا، الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بيتونيا في الضفة، والفلسطينيون يتصدون ويشن حملة اعتقالات واسعة في القدس بحق شخصيات بارزة. قوات حكومة الوفاق الليبية تطلق عملية عسكرية للسيطرة على قاعدة الوطية الجوية الاستراتيجية غرب طرابلس. يوم 5/5 مادورو يكشف عن توقيف خلية إرهابية بينها أمريكيان، أحدهما حارس شخصي لترامب. ضابط أمريكي يعترف بالتخطيط لعملية ضد دونالد ترامب. تابعنا في الظهيرة تقرير سري صيني يقول علاقة بكين مع واشنطن قد تتحول إلى مواجهة عسكرية. والتفاصيل أوفى حول أخبار العالم يمكنكم دائما متابعة صفحات الميادين باللغتين العربية والإسبانية. شكرا للمتابعة، دمتم سالمين.